خير. البداية من ملف التدقيق الجنائي، فعلى عكس ما يروج، التدقيق الجنائي يسير بخطى ثابتة باتجاه التوقيع العقد مع الشركة المعنية والمباشرة بالمهمة. تقرير نانسي صعب. سائرون نحو التوقيع بخطى ثابتة وإن كانت بطيئة للأسباب المعروفة وغير المعروفة. هكذا تختصر مصادر مطلعة مسار عقد التدقيق الجنائي مع ألفاريز أند مارسل للأو تي في، والذي دخل عمليا المرحلة الأخيرة الفاصلة عن التوقيع، وهي مرحلة عقد المصالحة الذي سيجيز دفع مبلغ 150 ألف دولار كانت اشترطت ألفاريز أند مارسل تقاضيه في حال إلغاء العقد الأول معها. عقد المصالحة هذا أكدت مصادر وزارة المال للأو تي في أنها أرسلته يوم الجمعة الماضي إلى هيئة التشريع والاستشارات للحصول على موافقتها المرتقبة عليه فور تسلمه غدا الاثنين أو خلال يومين بالحد الأقصى، بما يمكن وزارة المال من إرساله إلى ديوان المحاسبة للحصول على موافقته أيضا، وبالتالي تحويل المبلغ إلى الشركة. وهنا تجزم مصادر الوزارة ألا مشكلة مع المصرف المركزي حول هذا الأمر، وأن وزارة المال وبالتوازي مع خط المسار القانوني للعقود تجهز ما يلزم لنقل الاعتمادات فور الحصول على الأجوبة المنتظرة. إلا أن إرسال عقد المصالحة من وزارة المال إلى ديوان المحاسبة قد لا يكون قبل الجمعة لمصادفة عطلة عيد الأضحى أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس من الأسبوع الطالع، فليرتقب توقيع ألفاريز أند مارسل للعقد الأسبوع المقبل. لكن الأكيد أن التوافق كامل وشامل على العقد بين الأطراف المعنية، أي الشركة العالمية والدولة اللبنانية ممثلة بوزارة المال، تجزم مصادر الأخيرة. وتشير معلومات الأو تي في إلى أن هيئة التشريع والاستشارات أبدت قبل 10 أيام رأيها في العقد المفترض توقيعه مع ألفاريز أند مارسل خاليا من أي ملاحظة، وأن الوزارة أرسلته إلى الشركة، وبالتالي فور دفع البند الجزائي وإتمام عقد المصالحة ستوقع ألفاريز أند مارسل العقد وترسله إلى وزارة المال التي ستحيله بدورها إلى ديوان المحاسبة للموافقة المسبقة عليه قبل توقيعه، بما يسمح للشركة العالمية بمباشرة مهمة التدقيق الجنائي. التدقيق الجنائي في حسابات المصرف المركزي يسير إذن بخطوات ثابتة على الرغم تضييع 6 أشهر من مهلة قانون تعليق العمل بالسرية المصرفية، وإن كانت مصادر مطلعة تشدد للأو تي في على أن أحدا لن يجرؤ على تعطيل التدقيق الجنائي فور انطلاقه. كل ذلك كفيل بإجابة من يسأل وين صار التدقيق الجنائي، علما أنه شخصيا ومن بيت الوسط تحديدا اعتبر حاكم المركزي جزءا من الاستقرار المالي، وذلك بعد أيام من فتح الوزير السابق منصور بطيش لملف الحسابات في مصرف لبنان في 4 نيسان 2019. بغض النظر عن تقييمنا إن كان إيجابي ولا سلبي، من الخطأ بالوقت الحاضر أن نهز الوضع المالي، وشئنا أم أبينا حاكم المصرف المركزي بلبنان مثله مثل بحي الله دولة هو جزء من الاستقرار المالي. أفضل بالوقت الحاضر إذا منحط كل جهدنا تنشوف كيف بدنا نثبت الوضع المالي. بموازاة الخطوات الثابتة للتدقيق الجنائي في حسابات المصرف المركزي، خطوات متسارعة في التحقيقات التي تطال حاكم المركزي في فرنسا، والتي سجلت تطورا مهما حيث ارتأت النيابة العامة المالية الفرنسية تعيين مدع عام يتمتع بإمكانات وصلاحيات واسعة تمكنه من الذهاب أبعد في هذه التحقيقات، وفق مصادر مطلعة للأو تي في التي لفتت إلى أن التحقيقات ستبدأ من ملف سليمي لكنها لن تتوقف عنده بل ستتوسع مع امتدادات مرتقبة للقضية في كل من بلجيكا ولوكسمبور بعد التحقيقات في سويسرا وتلك التي تتخذ طابعا صامتا أكثر في بريطانيا. الرئيس عون وقع قانون البطاقة التمويلية، فأين الحكومة من دورها في تأمين التمويل؟ تقرير جويس نوفل. صحيح أن رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون وقع قبل يومين القانون رقم 230 القاضي بإقرار البطاقة التمويلية الإلكترونية وفتح اعتماد إضافي استثنائي لتمويلها بعدما أقره مجلس النواب في جلسته الأخيرة في 30 حزيران. إنما بالواقع كل الأسئلة التي كانت مطروحة قبل ذلك لم تقدم اللجنة الوزارية المؤلفة من رئيس حكومة تصريف الأعمال ونائب الرئيس ووزراء المالية والاقتصاد والشؤون الاجتماعية أي جواب عليها حتى الساعة، وتحديدا عن كيفية تحويل هذه البطاقة من أقوال إلى أفعال وهي المولجة بهذه المهمة. هذه اللجنة التي اجتمعت 3 مرات ينتظر أن تعقد اجتماعا رابعا بأقرب وقت ممكن،
وربما عيد الأضحى سيؤخر هذا الاجتماع، وعليها حسم أمر هذه البطاقة التي ينتظرها اللبنانيون بفارغ الصبر على وقع تحليق أسعار المواد الاستهلاكية والغذائية والمحروقات والأدوية هذا إن وجدت. الأكيد وفق مصادر معنية أن إنشاء منصة جديدة أصبح أمراً محسوماً، وعلى هذه المنصة يحق لأي مواطن لبناني التسجيل ضمن مهلة شهر كامل، ولكن حكماً سيخسر السرية المصرفية، إذ أن من سيستفيد من هذه البطاقة التمويلية يجب أن يكون في سلم الأولويات كي لا يكون هناك من مظلومين يأخذ غير المستحقين المال من دربهم، وهذا أحد الهموم الأساسية التي يعمل عليها لإنجاز لوائح بأسماء مستحقة. أسئلة لا تزال قيد الدرس ولم تتمكن كل النقاشات على مدى أشهر من حسمها ومن أبرزها. ما هي آلية الاستهداف؟ أي على أي أساس سيتم اختيار هذه العائلة أو تلك؟ ووفق أي معايير؟ أما التمويل فيبقى العائق الأكبر. من أين المصدر أو المصادر؟ هل هي متوفرة؟ بأي عملة سيكون التمويل؟ ليرة لبنانية أو دولار؟ وماذا عن المبلغ؟ هل انخفض عن 137 دولار للعائلة الواحدة؟ وبنتيجة كل هذه التساؤلات تختم المصادر المعنية بالقول لا أفق حتى الساعة. من جهتها مصادر وزارة المالية تؤكد للأو تي في أن التوجه بهذا الخصوص لم يعرف حتى الساعة، ولا يزال البحث قائم أولاً لمعرفة عدد المستفيدين فيحدد الرقم، وعندها يتم الانتقال إلى المرحلة الثانية أي وجهة التمويل. وتشير مصادر المالية إلى أن عدد المستهدفين يقدر بحوالي 500 ألف عائلة، وتكشف عن إمكانية أن يستفيد عدد منهم من برنامج قرض البنك الدولي، وهذا ما أقره مجلس النواب سابقاً بقانون منفصل حول الاتفاقية مع البنك الدولي والذي يستهدف الأشخاص الأكثر فقراً. وهنا وفق المعلومات أيضاً هناك احتمال مصدر تمويل آخر، وهو من مبلغ 860 مليون دولار الذي أعلن صندوق النقد الدولي أنه سيخصصها للبنان. وفي سياق معيشي، الاحتفال بعيد الأضحى هذه السنة فرحة ناقصة بسبب ارتفاع أسعار الأضحية. تقرير جينيفر مزرعاني. عيد الأضحى السنة ناقص الأضحية، وإذ وقبل الأزمة الاقتصادية كان سعر الخروف نحو 600 ألف ليرة لبنانية، أما اليوم فسعره ممكن يوصل ل 7 ملايين ليرة. السبب بالدرجة الأولى هو استيراد معظم المواشي من الخارج ودفع حق المتطلبات والأعلاف بالدولار. كيف بده يشتري خروف 7 مليون؟ يعني حقه بين 6 مليون و 7 مليون، خروف صغير هيدا، ما في غير هالطبقة البرجوازية اللي هي معها ماتية عم تشتري كيلو لحم و 2 كيلو لحم 60% ولورا، ما حدا عم يشتري بقى لحم، لأنه كيلو يتعدى 150 ألف. هو معدل كيلو اللحم اليوم بين 6 دولار و9 دولار، يعني اللي ما فيه يجيب 1-2 كيلو لحم على بيته تيقدر يطعمي عائلته، عم ياخدوا نص وقيه وقيه. أكترية الأسر اللبنانية رح تنحرم من أكل اللحم السنة بعد ما تخطى سعر اللحم الغنم 300 ألف ليرة واللحم البقر 175 ألف ليرة لبنانية. السنة في انعدام كلي لطلب الأضاحي، لأن احنا الأضاحي دائما تنطلب من طرفين، من الجمعيات الخيرية ومن الأفراد. اليوم عملية الأفراد التغت بنسبة 90% 95%، وقويت الطلبات من قبل الجمعيات. إذا بدنا نحسبها على نسبة 100% هنشوف 99.9 جمعيات و 0.1 الأفراد، إذا بدنا نحكيها كنسب. هذا شيء واقع، يعني هذا شيء كتير شفناه هذه السنة. السنة الماضية لا، كان الموضوع مختلف كليا. السنة الماضية كانت في جمعيات عم تجوا فيها أفراد كتير يجوا يطلبوا أضاحي، والسنة اللي قبلها كانت أحسن، والسنة اللي قبلها كانت أحسن. كل ما عم تقدم بالسنين كل ما عم نرجع لورا. بيتراوح سعر كيلو اللحم المبردة والمستوردة بين 6 دولار و 12 دولار. سنة 2018 كان يستورد لبنان بين 18 ألف و 20 ألف طن من اللحم المبردة والمجلدة. هالكمية تراجعت سنة 2019 وصارت تتراوح بين 14 ألف و 15 ألف طن. أما سنة 2020 ولغاية اليوم الكمية المستوردة ما بتتخطى 2000 طن. أما بالنسبة للحوم الحية تم استيراد ما بين 140 و 160 ألف طن سنة 2018، انخفضت كمية الاستيراد سنة 2019 لتتراوح بين 40 ألف و 100 ألف طن، أما حاليا فالعدد ما بيتخطى 60 ألف طن من اللحوم الحية. هالأرقام بتثبت تراجع كمية الطلب على اللحوم وبالتالي كمية استهلاكها، مما بيعكس الواقع المرير للشعب اللبناني اللي حرم من أكل اللحمة حتى بالأعياد وفرض عليه تغيير عاداته وتقاليده غصبا عنه.
في ملف الدواء، وبعد تداول بفيديو لأحد الصيدليات التي تبيع الدواء بسعر مرتفع جدا عن سعره المفترض، نقيب الصيادلة في لبنان غسان الأمين يؤكد أن الفيديو المذكور غير صحيح، ويشدد في سياق آخر على ضرورة استعمال أدوية الجينيريك وفتح باب الاستيراد ودعم المواطن وليس السلع. اليوم سيرو ولا حبوب؟ سيرو. سيرو هيدا قد ايه سعره؟ 350,000. هلا اصلا انت صارت تشتكي على النقابه، هيدا حقه حبيبي، حقه 45,000، وانا هلا حسيت صوتي بالنقابه. وصلني وصلني قبل هيك انا الفيديو، بس نعم. هيدا بتصور فيديو منه مزبوط فيك يعني، هيدا بتعرف كثير عم يتركب تركيبات. بتمنى يعني انه يعني هيك مواضيع بسرعه بتتعالج، ما تهكلي هم. لو كان هذا حقيقة دغري بتعالج يعني من قبل تفتيش بنقابة الصيادلة أو وزارة الصحة، بس هذا الفيديو مش مزبوط. بالنسبة ل 12,000، ما هو ليه 12 مش 9 وليه 9 مش 15؟ يعني هو بالآخر لما أنت بترفع الدعم معناتها المستورد بيستورد على الدولار الحقيقي اللي هو 22 20 21 19 قد ما بيكون، وبالتالي الوزارة بتصدر لوائحها بالآخر على سعر الاستيراد الحقيقي لا يضل الدواء بالسوق. بس هلا هي الخطوه الاولى اللي عملتها الوزاره وهي منطقيه، انه نحن اليوم في كثير فواتير مستورده على ال 1005، وفي الستوك الموجود بالصيدليات اكيد هو مدعوم على 1005، وبالتالي الوزاره ارتقت انه بسعره على 12 لحتى يقدر الصيدلي إذا باع 12 يقدر يستورد بعدين على السعر، يعني بس يتم الاستيراد جديد حكما التسعير بده يكون على السعر الجديد، على سعر الدولار مثل ما هو الحقيقي. هيدا مهمة جدا، هي يعني هلا الدواء يلي بالمخازن رح يكون على 12,000، بس الدواء يلي رح يستورد مستقبلا رح يكون على سعر الصرف أكيد، يلي أكيد منه مدعوم. أكيد ما هيدا هلا خلص إيه 100%، لذلك هي مرحلة انتقالية الوزارة بتخفف فيها عن المواطن، وبنفس الوقت بدها تقول للصيدلي وللمستورد انه اذا عندكم انتم ستوكات كانت مدعومه فعلى 12,000 لتقدروا تحطوا يعني يحطوا فون ليجيبوا على السعر اللي مش مدعوم الجديد اللي بده يستورد. هي مرحله انتقاليه ولازم نلاقي حلول مع عمليه رفع الدعم اللي هي لجأت لها الوزاره، هي اول شيء هلا اعتماد الجينيريك، فتح باب الاستيراد الواسع للجينيريك واللي سعره ارخص من الجينيريك الموجودين، لانه في كثير شركات برا باوروبا وبامريكا وبدول تحترم حالها عندها جينيريك مرتب، محاوله تجيب مساعدات لمراكز الرعايه الصحيه الاوليه للناس اللي هن فقراء وما بيقدروا حتى يروحوا على الصيدليه يشتروا الدواء حتى الجينيريك، لان في ناس ما عندها قدره. فكل هالامور هاي الضمان والتعاونية موظفي الدولة المؤسسات الضامنة لازم تعيد النظر بلوائحها لا وتدعم بس الأدوية الجينيريك وليك ليقدر هالمبالغ اللي عندها تكفي كل الناس اللي أوضاعها المادية مش منيحة. فبهالطريقة بنقدر يعني نخفف من وطأة الأزمة. خطر عودة طوابير المحروقات هم يومي، وطرح متجدد ينادي باستبدال دعم السلع بدعم المواطنين. ده كله تمهيد لرفع الدعم بالمطلق عن المحروقات، يعني لتصيروا تبيعوا على سعر الصرف يلي هو هلا 23,000 ليرة. مين نحن؟ يلي يعني مصرف لبنان رح يشيل الدعم، انتم بيناسبكم شيل الدعم، الشركات المستوردة بيناسبها انه ينرفع الدعم؟ ستنا من مالي يعني الصيفية بأيلول منرفع الدعم كليا، هل هيدا السياسة هي المطروحة؟ إذا بتيجي لإلي كان مفروض نرفع الدعم من زمان، لأنه نحن استنزفنا دولاراتنا، فلسنا البلد، احترق الدين، وصلنا صرنا صرنا سن نص من عادي بهذا الموضوع، بدون ما نحكي باللي قبل اللي كان عم يصير وما كان في إشكالات إعلامية واضحة فيه. بس أنا كمان بدي ذكر، أنا تقريبا من شهرين كمان طرحت خارطة الطريق ونشدت الحكومة، خارطة الطريق على رفع قلنا للمشكل الكبير هو بسكوني بضبابية، ما بتعرفوا وين رايحين، خلينا نحط استراتيجية ونمشي فيها، واللي طرحته من شهرين شهرين ونص تقريبا، إنه خلي الحكومة تعلن عن سياسة وخارطة الطريق على رفع الدعم تدريجيا، تقسط هالدعم هيدا على 5 أشهر 6 أشهر 7 أشهر، بالتزامن مع البطاقة التمويلية اللي على أساس بدها تطلع، وأنا
بتعذريني يعني بطاقة تبولية مثل ما طلعت ما بتصور انه هيدي رح تحل مشكلة كبيرة للمواطنين، لانه انا مع الناس اللي بيقولوا بندعم المواطن مباشر ما بندعم السلع، وهيدا هيدا سبب رئيسي لشلك التهريب ما فيك تظهري منه. بس البطاقة التمويلية كنت طرحها انا انه على القليل نعمل بطاقة تمويلية ب $200، $200 بتضل تحافظ على جزء منيح من القدره الشرائيه للمواطن، ونكبر عيال عدد العيال بدها تستفيد منها ل 800,000 عائله، هيدي كلفتها 1.92 مليار دولار، وهون بس تكوني عم تدعمي المواطن حكما بتيجي مؤسسات النقد الدوليه يا بتساعدك يا بتدينك يا بتتبرع لك يا بتعطيكي بتساعد، غير بس يكون الدعم للسلع. الخبير الاقتصادي البروفيسور جاسم عجيقة تطرق عبر OTV إلى موضوع أموال السوريين في المصارف اللبنانية الذي تحدث عنه الرئيس السوري بشار الأسد في خطاب القسم أمس. عمليا على الأرض نحن فينا نقول أنه في مصاري لسوريين بالمصارف اللبنانية وقديش قيمتهم. أنا اللي بقول لك هي كإحصاءات رسمية لا يوجد ولا أي إحصاء رسمي، من نوع الإحصاءات يلي معطات بالقطاع المصرفي اللبناني الرسمي هي مقيم وغير مقيم. ما بتقول الجنسية شو هي. يعني إنه أنا مثلا يمكن يكون مثلا جنسيتي أمريكاني وحاطط مصاري هون بطلع مع المقيمين بس ما بتبين جنسيتي شو هي بهالأمر. وقت اللي بلشت الحرب بسوريا بال2011 بعدها بوقت بس وصلوا على حلب مثلا كثير من لأنه حلب كانت كمان مركز اقتصادي ضخم، في منهم هؤلاء المتمولين السوريين الكبار نقلوا مصانعهم كلها على تركيا وعلى مصر لأنه اعتبروا أنه الاستثمار بتركيا وبمصر وخاصة أنه رأس المال المادي موجود عندهم لأنه هني حملوا مصانع كمان نقلوه، وفي بحاجة أنت تنقل لأموال هالخارج ومبيناتهم على تركيا وعلى مصر. فإذا بفرضية أنه كان في أموال أكيد في كمان أموال طلعت للخارج. وفي قسم كمان هذه شفتها المعلومة على موقع العربية .net كمان بتقول أنه بحدود 6 مليار إذا ماني غلطان 6 مليار دولار كمان طلعوا من بعد 17-20 هني كانوا تابعين لمودعين سوريين. يعني بدك تشوفي كمان بفرضية أنه وجود هالودايع بدك تشوفي شو بقي منهم من بعد كل هالأزمات هلا التداعيات. في ملف تشكيل الحكومة عضو تكتل لبنان القوي النائب سيزار أبي خليل يجزم أن الاستشارات تادي التكليف قريبة جدا، فماذا عن الأسماء المحتملة؟ اللي بعرفه أنه الاستشارات سوف تكون خلال أيام معدودة، تحديد الموعد يعود إلى فخامة الرئيس. بلشتوا مشاوراتكم مع حزب الله؟ اتصال نحن وحزب الله لم ينقطع بأي لحظة على طول، وكل الأفرقاء التانيين نحن منضل على تواصل مع كل جهة عندها نية صافية حتى نقدر نطلع من الوضع اللي نحن فيه. رئيس الحريري بيقول الحزب ما وقف معه، أنتم تقولون الحزب كان محايد، اليوم بتدينونا لحزب الله موضوع الحكومة أنه وقف معكم بالآخر بموضوع تشكيل حكومة ولا بتعتبروه كان محايد؟ حزب الله كان عم يعمل مرة تانية كان عم يعمل برنامجه وأولوياته. أنا ما بدين حدا على برنامجه وأولوياته، في يوافق عليه وفي ما وافق عليه. حزب الله عنده هواجس، عنده هواجس الفتنة السنية الشيعية، عنده هواجس وحدة الصف. أكيد نحن ضد أي فتنة بين أي من اللبنانيين، بس نحن ما لنا شايفين إنه لما بناخذ موقف انطلاقا من المصلحة العامة ما بقدم عليه أنا الهواجس الثانية اللي أنا أبقى شايفها بعيدة وغير واقعية يمكن بهيدا الوقت. أفهم من كلامك عاتبون على حزب الله؟
قلت أنا بتفهم إنه كل واحد يكون عنده برنامجه وأولوياته. لو أنا ما كنت بشاطره فيه في معلومات اليوم بالصحف ما فيني يعني بصراحة ما أسألك عنها. عم ينحكى رئيس التيار جبران باسيل بده جواد عدرا وفؤاد مخزومي، صحح لي بس هذه المعطيات أو أكدها. الوزير باسيل هو بيعلن لما بيتخذ القرار. أنا لن أعلق على تسريبات إعلامية. هل فعلا في مفاوضات كانت حتى ما قبل اعتذار رئيس الحريري مع الرئيس مئاتي؟ أكيد في شخصيات كتير طامحة وهذا نعم. حق تطمح لرئاسة الحكومة وحق تشتغل وتعمل اللوبينج حتى تأمن دعم من الكتل السياسية وحتى تشوفي تنظهر على أول. ولو ما بدي أرجع على النقاش القديم تتشوفي إذا مبلش النقاش والمفاوضات على البديل يعني معروف الاعتذار كان حتمي بغض النظر عن شو بده يكون الموقف. منفتحون على موقف سلام. مرة تانية التسمية بتجي بعد قرار التكتل. من الديمان طلب البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارا بطرس الراعي القوى السياسية كافة أن تتكاتف بحكم المسؤولية الوطنية وتتشاور فيما بينها وتسمي في الاستشارات النيابية شخصية سنية لرئاسة الوزراء تكون على قدر المسؤولية وتتعاون للإسراع في التأليف. وأشار خلال عظة الأحد إلى أنه ينبغي بحكم المسؤولية الواقعية تجاوز الأنانيات والمصالح والحسابات الانتخابية التي تسيطر على عقول القوى السياسية على حساب المصالح الوطنية. نطالب القوى السياسية كافة بأن تتكاتف بحكم المسؤولية الوطنية وتتشاور فيما بينها وتسمي في الاستشارات النيابية المقبلة شخصية سنية لرئاسة مجلس الوزراء الجديد. تكون هذه الشخصية على مستوى التحديات الراهنة وتتعاون للإسراع في التأليف. إنه وقت تحمل المسؤوليات لا وقت الانكفاء، فالبلاد لا تواجه أزمة حكومية عادية بل أزمة وطنية شاملة تستدعي تضافر الجهود من الجميع. تيار المستقبل رد على موقف البطريرك الماروني، فقد توجه رئيس تحرير موقع مستقبل واب جورج بكاسيني إلى الراعي بالقول: سيدنا البطرك، أليس من الأجدى بكم يا صاحب النيافة أن تسألوا الرئيس عون ليكون على مستوى مسؤولية التحديات؟ وسأل بكاسيني من هي الشخصية السنية التي ترقى بمسؤوليتها على الرئيس سعد الحريري، حذاري استدراج بكركي من موقعها الوطني لجعلها منصة طائفية مع كامل محبتي، ختم بكاسيني. من ناحيته أكد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان ضرورة الوصول إلى تأليف حكومة إنقاذية اليوم قبل الغد. كلام أرسلان جاء خلال استقباله وفدا من عائلة المقدم في الأمن العام داوود فياض الذي أوقف بقضية انفجار مرفأ بيروت لما يزيد عن 10 أشهر. وشكر أرسلان رئيس الجمهورية العماد ديميشيل عون الذي تابع لحظة بلحظة هذا الموضوع من باب التأكيد والإصرار على ضرورة إحقاق الحق والعدالة، وأكد أن هذه المتابعة لم تكن من باب الوساطة بل كانت لتثبيت العدالة ومسارها بالإطار الصحيح مع الثقة الكبيرة بالقضاء المختص بالملف. دولة فلست، دولة أخذت أموال. طبعا بهمنا نقول لازم تتألف حكومة واليوم قبل بكرة، إنما تكون صريح معكم، ما حدا يتوقع إذا تألفت حكومة اليوم مش بكرة إنه في حلول جاهزة وناطرة لمين يجي ينفذها. مش صحيح. النقد الدولي اللي هي خطة الكل عم بيعبر وعم بيقول، اللي أنا مش معه بس كتار من السياسيين عم بيقولوا ويبشروا الناس أو عم ببلغوا الناس إنه ما في حل إلا الذهاب إلى صندوق النقد الدولي. صندوق النقد الدولي شروطه قاسي علينا كلبنانيين. فاصل ونتابع أخبار المساء.
مساء الخير عن جديد. فازت لائحة النقابة تنتفض بعشرة أعضاء في انتخابات نقابة المهندسين في بيروت، حيث فاز مرشحها لمركز النقيب المهندس عارف ياسين، وفاز عن الفرع الأول المهندس جوزيف مشيلح، وعن الفرع الثاني المهندسة ديفا أبو جودة، وعن الفرع السادس فاز مرشح حركة أمل المهندس سلمان صبح، في حين فاز عن الفرع السابع المهندس علي درويش، وفاز عن الهيئة العامة ست أعضاء وهم شارف فاخوري، يوسف أبو كرم، كميل حنا، هشام إبراهيم، حسن حجازي، يسار عنداري، ربيع حسن. وفاز عن إدارة الصندوق التقاعدي كل من ريمون الخوري وحسين نصر الله، وعن لجنة المراقبة الصندوق التقاعدي فاز كل من أحمد البساط، سلمان الدبيسي، وحسان كزمة. وكانت هيئة المهندسين في التيار الوطني الحر دعت إلى المشاركة من دون أن يكون هناك مرشح للتيار على أي مركز، وتركت الهيئة الحرية القرار لكل الملتزمين والمؤيدين في اختيار من يرونه مناسبا لناحية تاريخه المهني والنقبي وقدرته على تحقيق الإصلاح اللازم. مع هذا الخبر نكون وصلنا لختام أخبار المساء. للمزيد تابعونا عبر فيسبوك، إنستغرام، وتويتر. شكرا للمتابعة وتصبحوا على ألف خير.